السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة محافظ تنومة، الحضور الأكارم، أهلاً وسهلاً بكم في هذا اللقاء. السعودية الخضراء مبادرة أطلقها سمو سيدي ولي العهد قبل سنتين من الآن، وهي مبادرة تحمي الأرض والطبيعة. جمعية التنمية الأهلية في محافظة تنومة إيماناً بدورها المجتمعي في إيصال هذه الرسالة والمشاركة في هذا الحراك النباتي الطبيعي البيئي الذي تشهده مملكتنا الحبيبة، رأت أن تستضيف علماً من أعلام جبال السروات وعالماً من علماء النبات في المملكة، وهو الأستاذ الدكتور أحمد بن سعيد بن قشاش الغامدي، صاحب المعجم الذي تشاهدونه، معجم النبات في جبال السراب والحجاز. هذا المعجم الضخم الذي لن أكثر الحديث عنه، وأدع فرصة للمؤلف للحديث عن هذا المعجم في هذا اللقاء المعنون له بحكايتي مع النبات. رأت الجمعية، جمعية التنمية الأهلية في محافظة تنومة، أن تستفيد من خبرات الدكتور وتجاربه ومغامراته في تأليف هذا الكتاب وشغفه مع النبات، ليكون حوار في هذه الليلة ولقاء نستفيد فيه جميعا، ويستفيد المجتمع من خبرته وعلمه في هذا المجال، خاصة يوم الغد إن شاء الله تعالى صباحا من الساعة 7 إلى الساعة 9 في العظوات في ساقين، بيكون هناك شرح ميداني على الأشجار في ذلك الموقع. الموقع طبعا في العظوات هناك غطاء نباتي كثيف ومتنوع، وسيتحدث الدكتور بإذن الله تعالى عن معلومات عن نباتات، والدعوة مفتوحة للجميع. فأهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بالدكتور أحمد، وحياك الله. ندع المجال في البداية ربع ساعة عند الدكتور أحمد حديث كمقدمة، ثم أبدأ مع حوار بعض الأسئلة، ثم نسمح بأسئلتكم واستفساراتكم، ومرحبا بكم جميعا. تفضل يا أبو سيف. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأشكره، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد شكر الله تعالى والثناء عليه، أشكر الجمعية البر الخيرية بمحافظة تنومة دعوتهم الكريمة للحديث أمام هذه الوجوه الخيرة النيرة، وأرجو أن أقدم ما ينفع ويفيد من خبرات وتجارب عشتها في معية النبات في جبال السرات والحجاز فيما يزيد على عقدين من الزمان، أتحدث عنها مذكراً لا مستكثراً، لعل الله ينفع بشيء مما أقول، ولا سيما طلاب العلم المبتدئين ليعلموا ويتيقنوا أن كل عمل يراد له النجاح أو كل عمل يراد له أن يكون متميزاً ذا جدوى لا بد أن يكتنفه عدد من الصعاب والمشاق، فليس هنالك تميز أو جدوى في عمل سهل يناله كل أحد من الناس. محور حديثنا في هذا اللقاء كما قدم أخونا الأستاذ علي الشهري سيكون بعون الله حول كتاب أو معجم النبات في جبال السرات والحجاز، وهو معجم لغوي نباتي مصور يعرف في طبعته الثانية، وهي الماثلة أمامكم، بما يزيد على 700 مادة نباتية من نبات جبال السرات والحجاز، تمثل في مجموعها أهم نباتات الجزيرة العربية، ويشمل ذلك التعريف بأسمائها ومسمياتها وأنواعها وكثير من صفاتها، مع التركيز على ذكر منافعها الاقتصادية والدوائية والجمالية ونحو ذلك من فوائدها المختلفة. وهو يعرض في أثناء ذلك لعدد من المسائل اللغوية والطرائف الأبجدية
والطرائف الأدبية ذات العلاقة، ويورد ما روي في ذلك من أشعار وأمثال وأقوال. كما يذكر اللغات واللهجات الواردة في ألفاظ النبات، ويوضح ما طرأ عليها من تطور في الدلالة أو الصوت أو البنية، ليكون بذلك مرجعاً للدارسين في مجالات علمية مختلفة. حفزني إلى تأليف هذا المعجم حبي الشديد لهذه اللغة العظيمة، لغة القرآن الكريم والحديث الشريف، حباً طوى عليه قلب مفعم بهوى دفين وولع مكين بالنبات وتسلق الجبال، وحنين إلى ماض جميل، وحنين إلى ماض جميل كنت فيه طفلا صغيرا ثم شابا يافعا أرعى الغنم وأحمي الزرع في قريتي الهادئة الجميلة، قرية حزنة، مسقط الرأس ومرابع الطفولة ومدارج الصبا فيها وما جاورها في موطني الأول من جبال الصرة. الأمر الذي أتاح لي معرفة كثير من نباتات تلك الجبال وحيواناتها وطرقها وكهوفها وشعابها وأوديتها وعيونها. وحيث استقر بي المقام في خير بلد في طيبة الطيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واسطة العقد من جبال الحجاز، فقد عرفت من تلك الجبال ونباتاتها ما شجعني ورغب إلي أن تكون ضمن عملي في هذا الكتاب. شرعت في هذا العمل وأنا أرجو أن يحقق أهدافا كثيرة بإذن الله، أذكر منها اختصارا ما يلي: 1. إحياء عدد من ألفاظ النبات التي لم تعد تعرف مسمياتها اليوم بسبب ابتعاد الناس عن التعامل معها في بيئاتها الأصلية، أو الانتقال إلى بيئات جديدة لا تعرف فيها تلك النباتات، مع العلم أن كثيرا من نباتات جبال الصرات والحجاز ما زالت معروفة في بيئاتها الطبيعية بأسمائها العربية الفصيحة، فإن جهل اسم في ناحية ما عرف في غيرها. 2. حاجة الباحثين في شتى التخصصات لمعرفة تلك النباتات، إذ أن كثيراً من ألفاظ النبات التي ترد في كتب التفسير والحديث واللغة والأدب والبلدان ودواوين الشعراء، وكذلك ما يرد في كتب المفردات الطبية، لا تعرف مدلولاتها اليوم. 3. بيان أن اللغة العربية هي من أغنى اللغات الحية في مفرداتها ودلالاتها، وأنها كانت ولا تزال قادرة على استيعاب جميع ألفاظ العلوم وأغراض الحياة صغيرها وكبيرها، وأنها قد استوعبت جميع ألفاظ النبات في الجزيرة العربية وعبرت عن صفاته وخصائصه بأدق العبارات وأوجز الألفاظ، وأن استعمال تلك الألفاظ أيسر على الباحثين وأقرب إلى التحقيق وأوثق في تسمية النبات من استعمال الاسم العجمي أو استحداث اسم جديد له. وإذا كان الأمر كذلك، فحري بنا المبادرة إن أردنا الحفاظ على هويتنا وأردنا لأنفسنا البقاء تحت مظلة هذه اللغة المجيدة التي تكالب عليها الأعداء، فأخذوا يروجون الدعوات المشبوهة التي تكرس فكرة أن العربية فقيرة في مفرداتها ومصطلحاتها، فلا تصلح لأن تكون لغة العلم والحضارة في هذا العصر. 4. الإسهام في تعريب ألفاظ النبات التي تدرس في كثير من كليات الطب والعلوم والصيدلة في بلادنا العربية، وبخاصة ما كان من نبات جزيرة العرب، بمصطلحات أجنبية وضع باحثون أو رحالة أجانب مغامرون جاءوا إلى هذه الجزيرة على حين غفلة وخمول من أبناء العربية، يحملهم على ذلك دوافع مختلفة ظاهرة وخفية، فعرفوا كثيرا من نباتاتها وخلعوا عليها أسماءهم الشخصية أو أسماء لاتينية قديمة، وربما كان من تلك الأسماء ما يعود إلى أصول عربية محضة كالقطف والضبر والعرفط والسيال والرتم والقضب والعمقى والحرمل والمر والعدن وغيرها كثير، وقد انتقلت إلى جامعاتنا للأسف برطانة أعجمية أو بأسمائها العربية تلك، ولكن بلكنة أعجمية محرفة، واستعملها الدارسون في تلك الجامعات، بل تباهوا بمعرفتها واستعمالها بتلك العجمة أو اللكنة، وربما جهلوا أسماءها
أو أصولها العربية التي عرفها آباؤهم وأجدادهم وتكلموا بها عبر قرون طويلة، بدأت من نحو 1000 سنة أو مضت 1000 سنة مضت أو يزيد من تاريخ هذه اللغة. ولا يخفى أن حركة التعريب في الوطن العربي تسير متباطئة أو تكاد تتوقف، بل تحارب أحياناً مما يشغلون بعض المناصب في سلك التعليم والجامعات، وهم كما يقول الدكتور أحمد الضبيب مدير جامعة الملك سعود سابقاً، هم بين فئتين، فئة تجهل اللغة العربية جهلاً يكاد يكون تاماً، فهي تشعر بالعجز عن أداء هذه المهمة، وأفراد هذه الطائفة يتصرفون بمزيج من الخجل المستتر والمكابرة المعلنة، ويرون أن بقاء الحال على ما هو عليه يريحهم من جهة ويحفظ لهم كرامتهم من جهة أخرى. وفئة مستغربة مستلبة لا ترى الدنيا إلا بعيون أجنبية، وتعتقد أن استعمال اللغة الأعجمية في تدريس الطب والعلوم هو الخيار الوحيد للنهضة، وأن الإقدام على استعمال العربية ضرب من الهوس القومي، إلى أن قال: إن كل أمة من الأمم تدرس بلغاتها القومية جميع فروع العلم والآداب والتقنية كدول آسيا الناهضة ودول أمريكا اللاتينية ودول أوروبا الشرقية، ولم تشكك أمة من تلك الأمم في قدرة لغتها على استيعاب العلوم الحديثة، فهل أمة العرب أقل شاناً من غيرها؟ انتهى كلامه. والجميع يعلم أن استعمال العربية في التدريس ييسر على الطلاب سرعة الفهم دون عائق لغوي، وبذلك يزداد تحصيله الدراسي ويرتفع مستواه العلمي، وذلك يعد تأصيلاً للفكر العلمي في بلادنا الغالية وتمكيناً للغة العربية من الازدهار والقيام بدورها في التعبير عن حاجات المجتمع وألفاظ الحضارة والعلوم ومصطلحاتها. ومعلوم أن اللغات تضعف بضعف أهلها وتقوى بقوتهم، وما انتفع قوم بعلم زرعوه في غير لغتهم. طيب، من أول استفسارات يا أبو سعيد دكتور أحمد، معجم لغوي نباتي مصور، المعجم معجم نبات، ضم مجموعة من النباتات، لكن معجم لغوي، علاقة اللغة في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. عملي في هذه الموسوعة هو لغوي بالدرجة الأولى، فيقوم على جمع ألفاظ النبات في جبال الصرا والحجاز وترتيبها ترتيبا معجميا اتباعا لبعض المدارس المعجمية. تعرف نحن نعرف أن المدارس المعجمية 3 مدارس: مدرسة القافية والتقليبات الصوتية، وهو منهج الخليل بن أحمد في معجمه العين، والأزهري في معجمه تهذيب اللغة، وابن سيدة في معجمه المحكم. هذه المدارس تبع هذه المدرسة تبع الترتيب الصوتي، المخارج رتبت الكلمات على المخارج الصوتية، وهي من أصعب المدارس المعجمية في الوصول إلى المادة. وهناك مدرسة أخرى اسمها تسمى مدارس القافية، وهي ترتب ألفاظ اللغة على بعد تجريدها من الزوائد على آخر الكلمات، ومن ضمنها ألفاظ النبات بالطبع، فتجعل الحرف الأخير بابا والأول فصلا، وهكذا ترتب ألفاظ اللغة. من ضمن هذه المدرسة أو من مؤلفات هذه المدرسة المشهورة اللسان، معجم اللسان لابن منظور والقاموس والصحاح، وحتى بعضهم يسميه مدرسة الصحاح والصحاح الجوهري، والقاموس المعجم المشهور وهو القاموس المحيط للفيروز أبادي. وهناك مدرسة ثالثة تسمى المدرسة الهجائية والألف بائية، وهي مدرسة الزمخشري والزمخشري في كتاب أساس البلاغة والفيومي في كتاب المصباح، رتبوا ألفاظ اللغة من ضمنها النبات كما قلنا على أوائل الحروف. وعلى هذا المنهج أيضا صارت المعاجم الحديثة، وأنا سرت على هذا الترتيب فسميته معجم، فمعجم لغوي، لغوي بما أنه في ألفاظ النبات وفي لغة النبات، سميته معجم لغوي نباتي لأنه في ألفاظ اللغة النبات من ألفاظ اللغة وهي خاصة بألفاظ النبات، فقلت لغوي نباتي مصور لأني زودته بنحو 6000 صورة، والصورة مهمة جدا في مثل هذه المعاجم للتوضيح، ربما الصورة الواحدة أغنت عن 10 صفحات من الوصف، ولذلك قلت مصور. لو تستطرد في الحديث عن النباتات عددها في المعجم. عدد النباتات في الطبعة الأولى كانت 400، في الطبعة هذه الجديدة وصلت إلى 700، بزيادة 300 نوع عن الطبعة الأولى،
وهناك 26 نوع جديد لم يصنف في قائمة نباتات أو فلورا المملكة العربية السعودية. 26 نوع؟ 26 لم تسجل من قبل؟ لم تسجل من قبل. ما شاء الله. طيب أنت طبعا تخصصك الأكاديمي لغة عربية. نعم. في الجامعة، ولك مؤلف في النبات، ولك مؤلفات في التاريخ. نعم. ولك تجارب كيميائية. طبعا الدكتور أحمد يمكن البعض يعرف أنه عنده فكرة وله تجربة مشهورة في تحويل السماد الحيواني إلى غاز مشتعل. بماذا ترد على من يقول أن الشخص الأكاديمي لابد أن تكون مشاريع متوافقة مع تخصصه العلمي، وأنت خرجت عن التخصص؟ صحيح صحيح، تخصصي كان مراحل تعليمي من البكالوريوس إلى أن حصلت على الدكتوراه وربما كذلك الأستاذية، كلها في اللغة العربية، وتخص الدقيق تاريخ اللغة وعلومها أو في فقه اللغة وعلومها. لكن الحقيقة لي شغف بالاطلاع على العلوم مختلفة، لكن تخصصي الحقيقة يعني أعطاني ثروة لغوية وأدبية، خاصة أني يعني اشتغلت على في رسالتي الماجستير والدكتوراه في الماجستير على كتاب شرح المقامات لعالم لغوي وهو الرازي صاحب مختار الصحاح حمد بن أبي بكر الرازي، واكتسبت ثروة لغوية كبيرة من شرحي لمقامات الحريري. وفي الدكتوراه اشتغلت أيضا على كتاب لغوي مشهور وهو أبو سهل الهروي، هذا يعني مكنني لغويا. ولي شغف بالزراعة والنبات والعلوم والجيولوجيا والفلك وما إلى ذلك، وهذه العلوم البينية أو الثقافة البينية مطلوبة، أنا أقول لكل باحث، لأنه اللي يقتصر على تخصص واحد ربما تكون نظرته ضيقة، والمطلع على علوم معارفة تتوسع فوقه وينظر إلى أي مسألة من زوايا واسعة مختلفة، تكون نظرته وحكمه على أشياء أدق وأوثق، بعكس الذي ينظر من زاوية واحدة كما قال الشاعر: علمت شيئا وغابت عنك أشياء. الثقافة البينية مطلوبة خاصة في هذا العصر لتعدد فيه المعارف وتعدد سبل الوصول إلى المعرفة. جميل. بعد صدور الموسوعة صدرت لك كتب تعتمد على البحث الميداني، كتاب التاريخ الجغرافي القرآن والتوراة ولهجات أهل السراء، كتاب نقوش الصحابي الجليل خالد بن العاص وأبناء في منطقة الباحة، وهي كلها كتب تعتمد على البحث الميداني. هل تأليف الكتاب هذا كان له أثر في تأليف الكتب هذه؟ صحيح. الكتاب هذا طبعا تجولت في سبيل جمع مادته في معظم جبال السراء، من أقصى جنوب الجزيرة العربية من جبال أبين والأرض المعافر في أرض يافع إلى جبال غرب تبوك التي اللي جبل اللوز وجبل القلوم وجبل شار وجبل فارس وجبل الشياطي اللي تسمى اليوم جبال نيوم أو اسمها الجديد طبعاً، وعرفت من جبالها وشعابها وأوديتها ونباتاتها ولهجاتها وسكانها ما أعاني على تأليف البحث الأخير الذي ذكرت، أبحاث في التاريخ الجغرافي للقرآن والتوراة ولهجات أهل السراء. وظهر طبعاً أن هذه الأرض وهذه الجبال وهذه الأرض من بلادنا الغالية، أن هذه يعني هي مهد الحضارة الإنسانية ومهد الرسالات السماوية، ومنها شع نور العلم والمعرفة والكتابة إلى سائر أنحاء الدنيا. جميل. على طاري البحث والتجوال في الجبال بذكر قصة تذلي فيها أبو سعيد. قبل يمكن 4 سنوات 5 سنوات راسلني واحد من الزملاء من بني مشهور وأرسل لي صور نبتة عندهم شجرة، أنا ومرة أشوفها صراحة وأنا ماني عالم يعني أنا غشيم لكن أهتم بالبحث، فما عرفتها والله، وقلت وش رأيك بكرة نفطر سوا وأشوفها ونصورها ونشوف المعلومات عنها يعني أسأل عنها. وفعلا رحت للبني مشهور هناك وصورت الشجرة، شجرة نادرة تعتبر، وجلسنا نسوي فطورنا، وفي نفس الوقت أرسلت الصور للدكتور أحمد على الواتس أسأل عنها، فرد علي مباشرة قال هذه في بني مشهور، قلت وما يدري أصلا عنها يعني. قبل الحديث عن المواقف، السبب أني قلت هذه في بني مشهور لأن شجرة الزعرور وهي لا تنبت إلا في بلاد الشام، وهي شجرة نادرة وجدتها فقط في بني عمرو هنا وفي بني شهر في بني مشهور، وهي شجرة نادرة هي من فصيلة الورديات، نفس الفصيلة ينتمي لها الخوخ والمشمش والبخارة، لكنها نادرة جدا وشجرة طبية مشهورة معروفة. فلذلك أنا سألته قلت هذا في بني مشهور لأن لا يوجد إلا 3 أو 4 شجرات في هذا الموقع،
وشجرة واحدة ماتت الفروع وكذا ورجعت طلعت من الأصل، فهي في موقعين فقط، ولذلك أعرف. وهناك أشجار كثيرة لما شاهد إلا في موقع واحد خلال جولي خلال 20 سنة موجودة في موقع واحد، وهي تعتبر من الأشجار النوادر جدا، فإن لم يهتم فيها ويعتنى فيها فهي طريقة إلى الانقراض. طيب المواقف اللي واجهتك أثناء البحث؟ طبعا مواقف كثيرة الحقيقة، يعني لو أفرغنا محاضرة ولقاء. لا نبغى ثلاث بس. ثلاث. طيب نتحدث موقع بداية من الشمال، من جبال الورد اللي هي غرب ديربلي، غرب العلا. جبل الورد معروف من ديربلي. رحت هناك، طبعا أنا عادتي أتذوق الأشجار وأشم رائحتها وكذا حتى أكتب شيء يعني علمي وصحيح. فتذوقت الرتم، قال لي دليل، قال هذا الرتم، تذوقته واستطبت طعمه مثل اللوبيا أو الدجر، أو الدجرة كان تعرفونها، نفس الطعم وهي نفس الفصيحة. الديور عندي. الديور أي. قلب الجيميا لغة فصيحة وقديمة جدا في اللغات العربية. فأكلت من 5 حبات تقريبا، استطبت الطعم وقلت مثل الدجر وأكلته. من ربع ساعة تقريبا وصلنا إلى المكان في مركز هناك، مركز أمارة، جلسنا فيه وقدموني للصلاة. الصيف ارتعش، أنا مع العادة ما ارتعشيش الفاتحة وقولوا والله أحد، ارتعش رعشة غير عادية، حتى الأخوان انكروا علي. الله يسلمك. فسيأتيكم جاب لماذا الرعشة. والحقيقة أنا شعرت بحرج، قالوا هذا الرجل كأنه يعني خاف من الإمام والإخوان، ما هي عادتي. ونحن جالسون على التمر، أكلت تمر وقدموا لنا تمر وقهوة. بعد ما أكلت تمرتين أو ثلاثة شعرت أني هديت. أثناء الجلسة مع واحد شايب هناك قال جانا ناس من الإحصاء وكذا وجاهم الرتام، بس شموا الدخان الرتم وجاهم الرتام. قلت وش الرتام يا عم؟ قال هذا هبوط السكر، يهبط عندهم سكر من رائحة الدخان. قلت أنا ما شميت رائحة الدخان، أنا أكلت الرتم نفسه. مركز فعلا جدا. جت أخذت كذا وجربت على بعض الناس من حولي كذا، ففعلا بس كان عندي تمر على طول. لما شعرت أن السكر نزل على طول عندهم أعطيناهم تمر، مجرد ما تعطيه تمر 5 دقائق كذا يعود الإنسان إلى طبيعته. وقد أجري بحث في جامعة على هذا الاستخلاص المادة هذه التي تنزل السكر، ولعله يستفاد منها. أجري البحث في جامعة الملك عبد العزيز بدلالة مني على هذه الشجرة. في جبل رضوى أيضا من العجائب، في جبل رضوى صعدنا جبل رضوى 13 ساعة وكان معي دليل. ترك الوادي اللي فيها الماء اسمه وادي دوريت، وصعدنا من وادي لأنه عنده خلايا في أحد الأماكن يريد أن يراها. قلت نأخذ ماء، قال لا بنلقى القارة اللي فيها الماء. وتركت الماء عندي دبة معي، ولا أخذنا أيضا يعني وسائل حماية من الذيابة والسباع، وطلعنا مشينا 13 ساعة. أولا عطشت عطش شديد جدا، حتى اضطرينا نشرب الماء مصفرا أو محمرا مختلطا بأبوال العوم من شدة العطش. غليته تركز ما في فائدة، وشربنا لين وصلنا هذا المكان، هذا اللي مكان اسمه الوليعي، مشهور عنده بلو قصة والله. يعني الوليعي هذا نسبة إلى شخص اسمه الوليعي سقط، في قصة يعني يذكرها الشعراء، والله ما طيح، والله ما لوم الوليعي ولو طاح من راس رضوى والعوض به عباته، مير انذروني لين هبة الأرواح، لا دب ثوبي ثم سوي سواته. هذه معروفة قصة الوليعي، لو كتبتم في قصة طريفة وعجيبة وطويلة. هذا جبل الوليعي، جبل شاهق وألقى نفسه من. المهم تجاوزنا هذا الجبل على يمين ونزلنا في فرعة هناك، فرأيت فيها أثار أقدام كثيرة. قلت هذه أثار غنم تصلوا، قال لا هذه سباع دليل. المهم أخذ شجرة من أشجار القرض وشبر فيها، قلت ليش الشجرة هذه شو فيه كبير؟ قال لا بيجي لها غرض. المهم تقريبا تسامرنا وتناقشنا عن اعتقاد الكيسانية، فرقة من الشيعة، عن قبر المهدي في أحد السراديب هنا كما قال كثير عنده، تغيب لا يرى فيهم زمانا، برضوى عنده عسل وماء. قلت هل ما زال الاعتقاد عندكم أو تعرفون شيء؟ قالوا لا ما عدنا نعرف شيء ولا يوجد هذا الفكر عندنا اليوم. المهم إلى الساعة 9 تقريبا مساء يعني صليت العشاء هنا قصر. قلت لا تقصر يعني تقريبا عنده فكه هو بطريق، قال 13 ساعة من الصبح في هذا الجبال. ما تبغاني يكسر بكسر معك. المهم قصر وصلينا، وبعد ما سوينا خبز ملة مع سمن كنا وتسامرنا. قلت لك أنا معي خيمة جيشية كذا في ظهري أحملها، دخلت فيها وهو نام جنبي، شب النار وشب قليل نصف ساعة. آثار المنطقة هذه منطقة ذياب تاوي إليها في الليل،
البرحة هذه برحة بطحة كذا، فرع ثم تنزل على وادي دوريت هذا، تجتمع السيول في المنطقة هذه يسمونه فرع، يسمونه الفرع هذا، وتحت فوق لكن ممكن تنوي أني أطلع النهار الثاني القمم العالية من رضوى. بدأت الذياب حولنا تجمع حوالي 10 ذياب، هذا ذي يعوي من هنا وهذا يعوي من هنا وهذا يعوي من هنا. الحقيقة قلت أطلق علينا، قال لا، عنده سوجن معه، قال لا لا أطلق النار لأن أنت داخل الخيمة، هي تهاب الخيمة هذه، لن تأتي إلينا هنا، وإلا لو كان واحدنا بدون خيمة خايفة من الخيمة كان تجي تنبش على النار وتطفيها وتهاجم. ذياب كبار، حجمه كبار، ما هي مثل ذياب هنا في السرة صغيرة، حجم كبار. ولا في سياج بينكم إذا مشوك ولا شيء مرة؟ إحنا وسط البطحة هذه، وسطنا يمين وسط المكان هنا. المهم نمنا، والله سهرتنا إلى الساعة 3 أو 3:30 نمنا، فاتنا صلاة الفجر، صلينا الساعة 7 الفجر، غلب علينا النوم، قال النهار الثاني ها نطلع، قلت لا لا خلنا ننزل ناخذ الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. المهم نزلنا، والماء طول الشعب هذا في ماء وقلوت، قلوت مليان ماء، حتى شربت أبي تروى من العطش اللي استعطشت في اليوم اللي سابق، ما رويت اللي ركبت سيارتي، وطول الطريق أشرب يعني، تعرف الإنسان إذا شعر بعطش شديد، فكتب لنا السلامة الحمد لله. طيب قبل الموقف الثالث ولا قطعتك، وش النباتات اللي وثقتها في الرحلة هذه؟ والله لا، ما وجدت جديد، ما وجدت جديد، وجدت شيء غريب، إني وجدت نوع اسمه العيهك، أو يسمى العيهك عندنا، يسمى المزحك هنا في الجنوب، نبات يعني جميل جدا، ما ينبت إلا في المناطق عندنا، في المناطق الندية الهشة الرطبة، وجدته هناك رأس رضوى، وجدت النيم هناك يسمونه سيدور، النيم اللي النام النيم حقا اللي ناكله، ما هو النيم الهندي، وجدته هناك أيضا، فتعجبت أنه واصل إلى هذه المنطقة، يعني تعتبر في الشمال، يسمى حتى ما يسمونه النيم يسمونه سيدور، لأنه هو واصل من الفصيلة السدرية، ورقة يشوف ورقة السدر، لكن شيء جديد، نوع جديد ما وجدت. جميل. الموقف الثالث؟ الموقف الثالث الحقيقة بالترتيب أنا رتبته هنا، هي عجائب كلها عجائب، في جبل الجودي، جبل الجودي هذا جنوب الطائف بحدود 50 كيلو، ينطقونها الجودي، جودي بالإمالة مثل الضحية بالإمالة نحو الفتح، هو جودي لكن يميلون نحو الفتح، جودي ينطقونه. المهم أنا ما ذهبت للبحث عن النبات، أنا ذهبت للوقوف على قبر سيدنا نوح كما يسمونه، مشينا 5 ساعات في الطريق، وإحنا في منتصف الطريق سمعت صوت هائل طالع في السماء، طالع حولي، قلت إيش الصوت هذه، لا في سحاب اسمع رعد، فكرره، فإذا هو النمر، صوت النمر، كان تحتنا النمر، نمر النمر، أيوه النمر موجود بوفرة في المناطق هذه، سبحان الله، حتى حتى قتل النمر في تسمم في وادي نعمان في رهجان، هناك نمر ضخم، يمكن سمعت قصته أو رأيت صوره. فوصلنا إلى قبر سيدنا نوح كما يسمونه، قبر سيدنا نوح، وجدت هناك مئات القبور والآثار، بعض الآثار إسلامية وبعض آثار قديمة غير إسلامية، حتى قبل الخط، قبل الخط العربي الثمودي، وقبل المسند، الخطوط هذه المتداخلة على شكل مربعات هي منتشرة في صفحات الصخور في معظم سلسلة جبال الصرا. والجبل الجودي أمامنا عقبة تنزل وتطلع، فحسبنا حساب أنه لا ننزل، وطلعنا يدخل علينا الليل، وإحنا محتاطين بشيء، فقلت أقول لك نرجع مرة ثانية إن شاء الله، رأيت السلامة لا يعدلها شيء. ما زال الموقف هنا في قريتي في حزنة، الحقيقة هو عجيب من العجائب، ولا المواقف كثيرة، يمكن باقي حوالي 10 مواقف لكن يطول الحديث عنها. في حزنة سبحان الله، نزلنا يوم، شينا يوم كامل في قريتي، نزلنا من جبل وطلعنا من جبل من خط، من الخط اللي قبل ما يسفلت، ما زال مشروع ترابي قبل ما تمسك الشركة، فوصلنا في منطقة، كان طبعا جاء ذاك اليوم مطر غزير جدا، احنا بدأ علينا من الجبل وغرقنا وتعبنا جدا، وصرنا ناكل نصف السكر طول الطريق، نبغى طاقة لأنه من المطر والتعب والإجهاد، صرت معنا سكر ما كان معنا سكر، وأنا ورفيقي نتقسم السكر يعني حتى يعطينا طاقة لنصل. المهم وصلنا مكان توضينا فيه، بغينا نصلي، والله أشك أن أقام الصلاة، قلت أقول لك لا نصلي هنا، خلنا نطلع شوية كذا عن المكان هذا. مجرد ما طلعنا كذا في منطق قرنة كذا آمنة، أول ما قلنا الله أكبر، فإذا ذلك المكان اللي توضينا منه انهار كله بالكامل، سبحان الله، وتحول مكانه سبحان الله صفاء أملس،
سبحان الله العظيم. والله في اللحظات الأخيرة أوشكنا أن أقام أوشكنا نصلي في المكان هذا، فإذا بهذا المكان الأنهار بالكامل سبحان الله، وربك كتب لنا نجاة. وهناك طرائف أخرى الحمد لله على السلام. الحمد لله الوقت السلام. يعني يطول لا جميل. لك أعمال تطبيقية على بعض النباتات، المورينجا البان، الجاتروفا، الزيتون، تحدثنا عن التجربة هذه. وقبل لاقط تكفى لأن حرم صوتك، خل لا يغطيه الشماء. طبعا أنا لما رجعت من المدينة المنورة على ساكنة أفضل الصلاة والسلام، أول شيء بادرت إلي بعد ما انتقلت لجامعة الباحة، صرت أراضي في تامل، لأن عندنا في الصرا عندنا مزارع لكن محدودة المساحات، ما يمكن يعني تستطيع فيها أن تزرع مساحات، كلها مساحات صغيرة ومزقتها المواريث عبر الزمن فصغرت كما تعرفون هنا في الثروات، ما عندك مساحات كبيرة. زرعة كان لي هدف من شراء هذه المزرعة، أولا أثناء عمل من المسوعة كنت أرى أشجار نادرة ومهددة بالانقراض، فكان حلمي أن أزرع هذه الأشجار وأكاثرها، فهذا الهدف. والهدف الثاني زراعة شجرة البان، وهي شجرة قبل أن تشتهر عند الناس، والمورينجا البان هو المورينجا، تشتهر عند الناس بأهمية الغذائية والطبية وما قيل عنها، يعني الشجرة المعجزة وشجرة الفقراء أو شجرة الصحراء إلى آخره. زرعتها سمعت عجائب عنها في البادية، يتكلمون عنها بما يشبه الأساطير عن الشجر هذه وفوائدها سواء للإنسان أو للحيوان، فزرعت الألبان بنوعها، البان البلدي أو العربي اللي يسمى مورينجا بيرجرينا، والبان الهندي اللي يسمى مورينجا ألفيرا، وزرعت ايضا كثير من الاشجار النادره والمهدده بالانقراض التي كنت يعني اتمنى ان تزرع لكن حافظ على اصولها الوراثيه وتبقى مرجع للدارسين والباحثين فيما بعد، ثم اكثارها فيما بعد. فالحقيقه يعني وصلت في النهايه الى نوع هجين ظهر ما بعد زراعه النوعين بجوار بعض الهندي والبلدي، ظهر منهما نوع هجين سمى أحد الباحثين أجرى عليه دراسة مورينجا قشاش، وسمى باسمي لأنه أول ما ظهر عندي وكشف عندي وبدأ ينتشر الآن في عند المزارعين، وهو الذي أنا استبقيته، يعني وجدته يعطي ورق كمية كبيرة من الورق ويعطي أيضا كمية كبيرة من الزيت، لأن الشجرة يعني تجود بكميات كبيرة من، وهي أكثر ملائمة لمناخ تهامة من النوعين الهندي والبلدي. بلدي ممتاز لمناخ تهامة لكنه يعني استهدفته جميع الحشرات، القشريات واليرقات والعنكبوت خاصة، فتعبنا جدا معه فاستبعدناه الآن وبقينا أعداد قليل كأنواع وراثية أو كأشجار يعني من ضمن الأشجار البرية، بقينا بعض الأعداد القليلة، لكن الآن مركز فقط على هذا النوع الهجين. الهندي ما صلح، إذا جاء الحر قضى عليه والفسرة البرد يقضي عليه، ما يحتاج إلى مناطق قريبة من البحر أو مناطق رطبة أو شبه استوائية. بالنسبة للزيتون زرعته في تامة يكبر ويجود لكنه لا ينتج، لأن الزيتون بحسب أنواعه يحتاج إلى درجات حرارة ما بين 200 إلى 600 ساعة درجة حرارة منخفضة، لذلك لا يصلح في تامة البتة، فلا أحد يجرب يزرع الزيتون في تامة. الجاتروفا وهي شجرة تسمى شجرة الديزل، وهي تسمى في الجازان الزيتة وبعضهم يسميها الخروع، وفي اليمن تسمى الشربة أو الشارب أو حبة ونص، ويستخدمونها في تسهيل البطن، ومنها حبوب تباع في المحلات العطارة تسمى حب الملوك. هذه تنتج زيت بنسبة من 30-40% من وزنها زيت، إذا عصر يشغل محركات ديزل بكفاءة عالية دون تغيير جوهري في المحركات، لذلك شركة توتال الفرنسية الآن تزرع آلاف الهكتارات في منابع النيل في أوغندا وفي تنزانيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا، المناطق هذه اللي يعني تجود فيها هذه الشجرة لكي يأخذون زيتها ويضيفونه إلى الزيت الأحفوري ليخففون من كمية الغازات المنبعثة. بدأوا باثنين ونص الآن وصلوا إلى خمسة، وفي الأمل أن يرتفعون حتى يعني يكون بنسبة 50% إلى 100%. وشغالين الآن استخراج وقود منها؟ شغالين استخراج وقود منها. أنا زرعت 1000 تقريبا واستبعتها تقريبا نحو من قبل 7 سنوات 5 سنوات، مكثت 5 سنوات، لكن الكمية المنتجة غير منتجة غير اقتصادية، تحتاج إلى آلاف الهكتارات حتى تنتج كمية اقتصادية. جميل.
بالنسبة للهجين صنف علميا عالميا يعني الاسم العلمي مولينجا قشاش كذا؟ صنف هنا في المملكة أحد الباحثين، لكن هل هو معتمد عالميا أو لا؟ الله طيب أعلم. الصدى الموسوعة محليا؟ الموسوعة في طبعاتها الأولى لما ظهرت كتب عنها عدد كثير من المقالات يعني والقراءات، وأجري بعض الندوات حول اللقاء كان في النادي الأدبي حول الموسوعة في المدينة المنورة، ولقاء آخر كان في النادي الأدبي في الباحة، ولقاء ثالث كان في جامعة الملك سعود في مدرج كلية العلوم، وكتب عنها مقالات مختلفة. من أشهر المقالات أغصان حول البحث العلمي لدكتور تونسي كان مدير المركز الملك فيصل في بلجيكا اسمه عبد الله، لا يحضرني اسم لقبه، لكن مقال جميل جدا، حتى دعا فيه قال هذا الكتاب المقدمة فقط وما فيها يعني والصعوبات التي يعاني يستحق بها كفي ذكر في المقال يستحق المؤلف جائزة نوبل. العهد على كلامه طبعا، أنا لا أقول هذا فيما كتب هو فيما كتب، قال لأنه هناك من قال الشيخ والبحر نال جائزة نوبل لهذه الرواية جائزة. لكن طبعا أنا تحدثت عن قصة الكتاب والمغامرات وما حصل من طرف المقدمة، قال يعني ما كتب في المقدمة يفوق ما كتبه هذا الكاتب، ذكر اسمه لكن لا يحضرني المقال من حوالي 10 سنوات، وجاز بهذه الرواية حاز على هذه الرواية على جائزة نوبل، قال ما كتب في المقدمة يفوق ما قاله هذا الكاتب الروائي. جميل. نعم. التطبيقات العلمية اللي ذكرتها حققت شيء من براءة اختراع عليها أو نلت شيء منها؟ لا أنا لا أخذ براءة اختراع على شيء، لكن كثير من الدراسات اللي جريت حول الكتاب طبعا هناك 10 براءات اكتشاف بعض المنافع الطبية بالكتاب في كلية الصيدلة في جامعة الأم القرى، أخبروني الدكاترة اللي يراجعوني قالوا أنه من يعني مباشرة المواد اللي ذكرتها أنت الخبرات اللي ذكرت، طبعا أنا أذكر الخبرات الموروثة على أولي في استعمالها، مثلا هذه مضادة للتسمم، هذه للقرحة، هذه كذا، هذه العهد على الناس. أقول أنا لا يغني هذا الكلام اللي يقوله عن مراجعة الأطباء والمستشفيات، لكن أنا أوثق معلومات الناس عن هذه عن هذا النبات، فأخذوا هذه المعلومات ودرسوا النبات استدلال بالكتاب، الكتاب دليل ومفتاح لهم لأن نذكر الاسم العربي والاسم العلمي والاسم المحلي، فجمعوا المفردات يعني أخذوا 10 براءات اكتشافات سجلت من هذا الاكتشاف من هذا الكتاب. أيوة، وسجل أيضا 10 رسائل علمية. هذا سؤال بالطريق ترى أكثر من 7 رسائل ماجستير اذكرها اللي علمتها أنا، و5 رسائل دكتوراه سجلت مباشرة من الكتاب، ومن أطرف الرسائل رسالة بعنوان الظواهر الصوتية في معجم النبات بهذا العنوان الدكتور أحمد قشاش، بهذا العنوان حتى اسمي في العنوان للظواهر الصوتية فقط المذكورة في النبات، ونالت بها الباحثة درجة الدكتوراه في اللغويات. عفوا يعني الحين مجموعة رسائل ماجستير دكتوراه على هذا المعجم؟ من هذا المعجم، من هذا المعجم طلقت. نعم ما شاء الله. في سؤال طبعا جاوبت عن في السياق للفروق بين الطبعة الأولى والجديدة. من الأشياء الغريبة دكتور أحمد، الكتاب هذا تأليفه يحتاج إلى عمل مشروع يعني مجموعة شركات مؤسسات، هل تلقيت دعم في إنجاز هذا الكتاب وأنت فرد في إنجاز هذه الموسوعة؟ أولا يعني إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، هذا العمل تم بتوفيق الله وعونه وحب وعشق لبيئة جبال الثروات وطبيعتها ونباتاتها، لأنه كان هذا الحلم يراودني منذ الصغر فعلا عن النبات أن أكتب شيء عن النبات، فتحقق لي الحمد لله بعد أن فرغت من الدكتوراه، تركت أبحاث التركية وتركت أبحاث الأستاذية وانطلقت أجوب هذه الجبال. والحقيقة الدافع إليه هو بحث، كنت أريد أن أبحث في الأستاذية أكتب الأستاذية بعنوان ما روي عن ما رواه أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات عن أهل السرة، فرق الأعرابي من أهل السرة، أعرابي من أزد السرة، فأردت أن أجمع هذه المفردات اللي ذكرها أبو حنيفة الدينوري في كتابه النبات المتوفى، وطبعا متوفى سنة 280 للهجرة، وأخرجها في بحث صغير في حدود 60 صفحة. فلما دخلت في الموضوع يعني الحقيقة راق لي، وبدأت أتوسع قليلا قليلا إلى أن يعني استمر هذا الفترة اللي خصصت يعني لهذا البحث من شهرين إلى 3 شهور أمتد إلى 10 سنوات
أي نعم، لأني تعلقت بالرحلات وما وجدته من يعني طرائف وعجائب ومتعة في الاستكشاف من تاريخ هذه السلسلة الجبلية وسكانها ولهجاتها وقبائلها وعاداتها، وكونت لي معارف وأصدقاء طول هذه السلسلة من أقصى الشمال إلى أقصى جنوب الجزيرة العربية. فتيسر الحمد لله، يعني الحقيقة ما وجدت دعم يعني مادي من أحد، وجدت الدعم المعنوي حينما كنت في الجامعة. الحقيقة كان بعض الزملاء يساعد، كنت أغيب وتأخر بعض الأيام أو أخذ إجازات اضطرارية، حتى أنه عميد الكلية أذكر الله يجزاه خير كنت أضطرني أسافر، حين أروح جيزان في رحلات، أروح الشمال، أروح كذا، صغير خميس وجمعة، حين أضطر أجلس السبت لما كان الدوام السبت، فأكتب إجازة اضطرارية للاحتياط، ربما أتأخر ربما، فيضعها في الدرج، قال إن جاء مسألة قدمنا، ما جاء مسألة تبقى، أنت في عمل علم، ما أنت يعني في. فالحمد لله تيسر وأنجزنا العمل في الطبعة الأولى في 10 سنوات، والحقيقة أكثر ما يسر لي الحمد لله هو الأمن والأمان الذي يعني وجدنا في ظل قيادة رشيدة حكيمة، نتجول في هذه الجبال وننام في الأودية وننام في الكهوف وننطلق، ولا ما يعني ما وجدت شيء الحمد لله يعيقني عن العمل في هذا الكتاب. الحمد لله يعني الحمد لله يعني حتى أمر يعني حتى في جهات حدودية هناك في جيزان ومناطق كذا ما استوقفني أحد، قال من أنت ولا وش عندك ولا أبدا بفضل الله، وكنت أنام مطمئن والله بسيارتي في كل مكان في كل شعب في كل شيء، والحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله وتيسر وخرج. ثم طبعا توقفت عدد من السنوات لكذا مشاغل الأستاذية والمزرعة، ثم عودت من 5 سنوات العمل في الطبعة هذه وأخرجت الحمد لله. طيب هل اعتنت الموسوعة بالنبات تامة؟ إذا كان الجواب بنعم ليش ما ذكرت في العنوان؟ العنوان هو جبال الصرا. جبال الصرا هو طبعا عبرت لكل ورقة الأجزاء، وما طبعا الصرا هي الجزء، هي الظهر الأصل في الصرا هو ظهر الصرا. نعم، هو الأشعاع في الصرا، ولذلك يقول صرات الدابة هو ظهرها وصرات القوم هو عاليهم، ومنه سارة. سارة أصل اسمها سارة، حتى في المعاجم الكتابية حينما يفسر سارة زوج إبراهيم عليه السلام يقول هي امرأة العالية الرفيعة، واسمها سارة. سارة ترى سارة هو نوع من التحريف، والاسمها سارة وهي العالية، معنى العالية هذا. لكن عمم هذا اللفظ على الكتل الجبلية قديما، حتى عند الجغرافيين القدماء إذا أطرقوا جبال السارة فالمقصود جبال السارة اللي تبدأ كتلتها الجبلية من سهول تهامة وتنتهي إلى المشرق بعرض 200 كيلو، أو ما يسمى جبال عالية نجد. هذه الكتلة الجبلية هذه هي اسمها جبال الصرا، إلى أن تنتهي جبال الصرا كما حددها الجغرافيون ومنهم الأصمعي عند نخلة اليمانية على خط عرض 21، ثم تبدأ جبال الحجاز من نخلة الشامية إلى أن تنتهي غرب تبوك، سموها طيب. جبال الحجاز. فالمقصود بجبال الصرا هي الجبال اللي تشمل جبال الصرا، هي من قاعدتها من القاعدة هي في تهامة إلى القمة. إذا حواك نبات تهامة، كلها تقول نبات تهامة، كل نبات تهامة موجودة. تجربة تحويل السماد الحيواني إلى غاز تحدثنا عنها بسرعة. لما انشأت المزرعة طبعا بعد عودتي من المدينة المنورة على سكنة أفضل الصلاة والسلام، بعد انشأت المزرعة هذه ظهر بعد فترة قليلة كميات من المخلفات المزرعة ومخلفات الماشية، فكرت في طريقة علمية عملية للاستفادة من هذه المخلفات، فدخلت على بعض المواقع العالمية وجدت الطريقة هذه طريقة البيوغاز مطبقة في الصين ومطبقة في بعض الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا، ينتجون منها الغاز وينتجون منها الطاقة الكهرباء. ففكرت في تطبيقها ودرست الموضوع كيميائيا وعرفت كيف يعني يتم تطبيق هذا المشروع، وأنشأته عندي كأول مشروع كهاضم حيوي في المملكة العربية السعودية، وانتجنا الغاز مكثنا 12 سنة عندنا اكتفاء ذاتي إلى أن وقفته الآن على أساس نشي في مكان آخر، للمنطقة اللي كان فيها لأن حولناها إلى مزار سياحي، وتعرف منطقة يعني خطرة تكون يعني بين السياح، نقلتها إلى مكان آخر من المزرعة. وسنعمل أيضا تنافى بعض الأخطاء اللي وقعنا فيها سابقا، وسيرى النور قريبا بإذن الله تعالى. طبعا المخلفات يعني تنتج سماد، إحنا فائدتنا من السماد أكثر من الغاز، السماد عالي الجودة مليء بالعناصر الكبرى والصغرى، خالي من البذور الضارة ومن البكتيريا ومن الفطريات، اللي هو السماد بعد استخلاص الغاز منه، هو أي شجرة ضعيفة يعني تحتاج إلى استنهاض واستحياء نعطيها من هذا السماد. والميزة فيه أنه السماد العادي يبقى حول سنة حتى يتحلل، هذا في خلال أسبوعين تحلل طبعا بكتيريا لهوائية،
تحلل المواد العضويه تتغذى عليها تنتج غاز الميثان، تنتج بعض طبعا الغازات الاخرى مثل النيتروجين وكربون كذا، لكن هذا ميزه الغاز هذا انه خالي من الاكاسيد، وفي نفس الوقت الاكاسيد الكربون الاول اللي عاد يسود بالانيه ما فيه نعم، وفي نفس الوقت الكالوريا والطاقه عاليه جدا، فاذا كان الغاز العادي ولا الغاز الحفوري في مثلا في ساعه ينضج الطعام هذا في ثلث ساعه ما شاء الله، وميزته انه اذا تسرب غير قابل للاشتعال. جميل. طيب التساؤل عن المزرعه البيئيه للمحافظه على الشجر النادره والمده بالقراض، لو في معلومات عنها. كما قلت لك انا اول هدفي من اهدافي لانشاء المزرعه هذه الحفاظ على الاشجار، اللي كنت انا ادعو في الكتاب ادعو الجهات المعنيه الى اهتمام بهذه الشجره لانها نادره مهدده بالانقراض، ان بعضها ما رايته الا في مكان واحد، مثلا شجره تلحبط رأيته فقط في على ريدة شجرتين أو ثلاث، ورأيته فقط في زيارتي لصدر أوال من المحفار، وأنا نازل من المحفار هنا في تنومة وجدته هناك، حتى سألت عن اسمها هنا لندرتها ما حد عرف من أهل تنومة. الحبض. الحبضية. طبعا أخذت اسمها من اليمن، وجدتها في اليمن ويسمونها الحبض، هي نادرة جدا جدا مهددة بالانقراض، والعجيب أنه من أجمل الأشجار، هي موجودة في جنوب أفريقيا، فازت 10 سنوات متتالية بأن أفضل شجرة حدائق وشجرة زينة هذه الشجرة. سبحان الله. نعم. وقس على هذا بقية الأشجار، وعندي نحو من 150 إلى 175 نوع تقريبا، ربما زادت أنا ما حصيتها في السنتين الأخيرة، لكن الآخر إحصاء لي كان 150، ثم بعد كذا فترة أحصيت إلى 175 بالمزرعة الثانية. المزرعة الأولى فيها 150، المزرعة اللي تحت اللي فيها المشاتي النباتات البرية تصل 175 نوع من أنواع البرية، أو أكثرها نادرة ومهددة بالانقراض. ما شاء الله. طيب تساؤل دائما عن كتب المؤلفات في النباتات عموما، يعني سواء مؤلفك او مؤلفات غير مؤلفين السعوديين لألف النبات، انها غاليه الاسعار، سعرها غالي، ليش؟ سعر الكتاب هذا الحقيقه لو قسناه بكتب اخرى يعني الفت في النبات مثل كتاب شيلا كولينت شرفت عليها الوطن لحمايه الحياه الفطريه، انا شريته مجلد واحد، هو في مجلد واحد مثل هذه المجلدات، شريته ب1000 ريال. بلف شريته، هذا يباع في السوق الان 750 ريال، في 1800 صفحه مزود ب 6000 صوره. أحد الأخوان قال له حسبنا كل صفحة بريال بيطلع 1800 ريال تصميمه فقط، التصميم الصفحة لما كنت عرضته للتصميم قبل طلبوا مني دار المآثر مثلا أحد المكتبات لا أذكر اسمه، طلبوا مني حول 270 ألف للتصميم وقتها في الطبعة الأولى، المطابع السروات اللي طبعت الكتاب طلبوا فقط تصميم ما هو طباعة، تصميم 145 ألف. طبعاً فاضطريت أنا أن أتعلم التصميم وأدرس والفوتوشوب وأدرس الإنديزاين وأدرس جميع البرامج عشان أنا أوفر هذا المبلغ، لا ما هو قل أوفر، ما هو متوفر أصلاً، ما هو موجود، فتعلمت برامج التصميم وأخرجت أنا في طبعتيه الأولى والثانية. كم كلف الطبع إعدادها بس؟ كم كلف؟ طباعتها فقط؟ الطباعة والتصميم وال حدود 550 بس الكلفة؟ الكلفة النسخة الواحدة. ودار النشر كم تأخذ حتى نسبة؟ دار النشر ما أعطيته دار النشر، دار النشر طلبوا 50% وهم لم يدفعوا فقط يأخذوا الكتاب يعرضون عندهم يأخذوا 50% بالشكل هذا، يصبح سعر الكتاب من 1200 إلى 1500، فأبقيته عندي وكلفت ابني توزيع الكتاب لمن يرغب وبيكون بهذا السعر. طيب من الميزات اللي تميز بها المعجم هذا اللي هو نقل الأسماء المحلية للنباتات في كل المناطق اللي تجولت فيها، هل أنت ممن يرى العناية بالاسم المحلي والاهتمام به والمحافظة عليه، أو عدم الاهتمام به والاعتماد فقط على الأسماء المعجمية نقلتها المعاجم؟ الاسم المحلي في غاية الأهمية بالنسبة لي. أولا أنا أبدأ بذكر الاسم المعجمي اللي إذا ورد في المعاجم أذكر الاسم المعجمي، بعد ضبطه وتحقيق الاسم العربي المعجمي أذكر النبتة، ثم أذكر الاسم اللاتيني ليكون هناك أكثر من مفتاح، ثم أذكر في أثناء الشرح الأسماء المحلية سواء القريبة من الاسم المحلي، أحيانا تكون قريبة من الاسم المعجمي، الاسم المحلي ما يكون بعيد يكون متطابق 100%، وأحيانا يكون فيه تحريف مثل العبب، بعض الناس تقول عبعب على سبيل المثال، لكن بعض الناس في جهاز جيزان يسميه عبران، شوف في بعد، وقس على هذا كثير من الأمثلة، فأذكر أسماء المحلية بحيث لو أتى باحث يعرف الاسم النبتة ودخل في منطقة لو ما عنده الاسم المحلي ما استطاع ان يصل للشجره، انا ابغى اسال اهل المنطقه هذه اعرف اسم المعجمي، الناس ما يعرفون اسمها المعجمي ولا يعرفون اسم اللاتيني، فيذكر الاسماء المحليه وبواسطة الاسم المحلي يستطيع ان يستدل على هذا النبات، فالاسم المحلي مطلب ومهم جدا للوصول الى مكان النبته او الى موطنها او للتعرف اليها.
جميل. نعم. طيب، موقفكم من الإدخال أو استخدام الأشجار المستوردة في النهضة التشجيل الشاهدة الآن، مثال ولو قطعتك أبو سعيد، الجاكرندا مثلا شجرة جميلة منتشرة الآن، قرأت لأحد الباحثين الأكاديميين إنها شجرة الآن تصنف على أنها شجرة غازية في أستراليا وفي بعض الدول وأنها تحارب الآن، فموقف كانت من الأشجار المستوردة، تدعم أو تدعو أو ترفض؟ الأشجار المستوردة حقيقة سلاح ذو حدين، وينبغي أن يعني تخضع لدراسة أي شجرة، هذا اللي قد وصلتنا وقد وصلتنا وقد استوطنت بعض الأشجار حقيقة يعني طغت وبغت، مثل شجرة البرسوبس أو شجرة الغاف المكسيكي أو شجرة المسكيت، يعني لو تأخذ وادي مثل أوديتكم احتلت تهامة، وادي مثلا يبه اللي يبدأ من هنا من وادي خاط، من أعلى وادي خاط إلى البحر، احتلت الوادي بالكامل، ما هو لدرجة أنه ثعبان، وهو ثعبان أظن ما يستطيع يلج من خلال هذه الأشجار، يعني احتلته بالكامل وقضت على جميع النباتات البيئية المحلية في هذا الوادي، وقص على هذا أودية كثيرة، بس هذا كمثال واحد، كمثال واحد من الأمثلة. فهي خرح الحقيقة، جاءت يعني أخذتها وزارة الزراعة بحيث أنها تكون مصدات أو الحدائق، لكنها خرجت وندب ذهبت الفرية وتوحشت واستولت على أي مكان، تقضي على النباتات ولا تسمح لأي نبات ينبت حولها. والعيبها أيضا أنها ليست مرعى عدا بذورها، لكن أوراقها سامة لا تأكل الماشية، وخشبها يعني ما هو في الجودة، يعني جودة القرض كحطب، شجرنا جودة حطب القرض أو السمر أو نحو ذلك من الأشجار المحلية، فهي شجرة الحقيقة ينبغي الحد منها، لأن لا أدعو إلى القضاء عليها نهائيا، لكن الحد منها خاصة في المناطق التي سيطرت عليها، ولكن القضاء عليها سيتطلب جهود كبيرة وأموال طائلة الحقيقة، ما لم يجي يكون هناك مكافحة حيوية، مكافحة الآلية مكلفة جدا، وكل ما تأخرنا يعني زاد ضررها. وهناك نباتات مستوطنة مثل الدخان الكاذب، مثل الخشخاش المكسيكي، هناك عشرات النباتات الدخيلة، بعضها دخلت كذا من مع الأعلاف، مع الشعير، مع البضائع التي أتت من أستراليا أو من أمريكا، وخاصة أكثر نباتات التي سيطرت على البيئة عندنا النباتات التي قدمت من جنوب الولايات المتحدة من جهة كولورادو ولاس فيغاس ونيفادا ونيو تكساس ونيو مكسيكو والمكسيك أيضا، من البرشوم ولا مثل البرشومي أو التين الشوكي، كلها دخيلة ومستطرف وتنتشر هنا بشكل عجيب سبحان الله، لأن كلها على نفس خط العرض تقريبا الجزيرة العربية، جبال الصروات تقريبا هنا عندنا على امتداد خط المكسيك، خط العرض في المكسيك، وشمال الجزيرة هنا على جنوب الولايات المتحدة، في البيئة واحدة تقريبا. ولذلك لما جاءت هنا مكافحة الأشجار، هنا ما تعرف كيف تتعامل مع هذه الأشجار، فهذه عندها قدرة لأنها عاشت في بيئة غنية وشر كثيفة، فعندها قدرة كيف تسيطر وكيف تحتل المكان الذي تنبت فيه. جميل، بقي عندي سؤالين هنا ونبغى إجابات سريعة حتى نعطي فرصة. شجرة البن هل تنجح في المرتفعات البارده؟ لان في تجارب عندنا في تنومه هنا اثمرت واعطت قهوه. هي الاصل في البن انه ينجح من ارتفاع 1200 الى 1600، هذه ولعل هذه المنابت الطبيعيه والتي يوجد فيها البن البري، انواع البن البري عندنا حول 4 انواع من البن البري ينبت في هذه الارتفاعات، ويوجد يعني والتعامل معها سهل يكون في الارتفاعات هذه من 1200 الى 1000، اذا قد ينبت الى 900 لكن تحتاج عنايه خاصه، وفوق 1600 تحتاج عناية خاصة من الحماية ومن التسميد، وأن تكون داخل أسوار أو داخل بيوت محمية، لكنه يصلح في الصرة، بل ربما لو زرع في الصرة داخل بيوت محمية يكون أفضل له أيضا من المناطق البيئية المكشوفة، لأن حتى المناطق لو اشتدت عليه الشمس ما لم تظل خاصة الشتلات الصغيرة، فالنبتة النبتة حساسة وتحتاج إلى عناية فائقة. البرد يضرها؟ جداً جداً. إذا تحتاج حماية من البرد، تحتاج حماية من البرد وحماية من إشعة الشمس الحارة المباشرة ومن الأجواء الحارة. طيب، أشجار الزينة السروية اللي ترشحها، يعني أشجار الزينة والسواتر، يعني من البيئات المحلية، معظم النباتات أنها تصلح للزينة وتصلح أن تكون سواتر. من نباتات الزينة عندنا الشدن، النبش هذا الموجود هنا في الشرف وفي منعة، نبش بكثرة ومن أكثر المناطق اللي رأيتها تنبت النبش هنا تنومة. النبش تعرفون أن شجرة تشبه العرعر، وهي نعم. شجرة جميلة وإن كانت بطيئة النمو لكنها جميلة جدا، وإذا أزهرت تكتسي بلون أبيض بنفسجي في غاية الجمال، جميلة جميلة جدا هذه الشجرة، بل تزرع في بعض دول العالم كنبات زينة الشجرة، وفي الشوارع أيضا تزرع.
عندنا أيضا العرعر نبات جميل، الصر بنوعيه نبات جميل هو موجود أيضا هنا، شفته في منع الصر النوعين، الصر الأخضر والصر الأسود يسمونه الصر بالصاد، الصر هي نبات جميل جدا ولو رائحة عطرية جميلة. الصر النوع الأول إذا أزهر يشبه شجرة المليون زهرة، يكتسي بغطاء أبيض جميل ذو رائحة فواحة وجميلة، والنحل يجرسه. من الشجيرات القان أو الياسمين البري بنوعيه، النوع التهامي والصدري والنوع السروي، شجرة جميلة ورائحة عطرية فواح الياسمين. فواح مصدر الياسمين الآن في العالم كله هو سلسلة جبال سرى، خاصة النوعين بنوعهما. الشث معروف شجر زينة، الشجرة هذه اللي ذكرتها عندكم هنا ما رأيت إلا هنا في ريدة اللي هي الحبط، شجرة زينة وشجرة جميلة جدا. أيضا اللي ما تسمونه أنتم التنعمان واسمه الرياع أو الزام، نوع اسمه الزام، هو الزام نوعين الهندي والنوع البلدي ينبت هنا، رأيته عندكم في المستراح ورأينا تسمونه هنا التنعمان، واسمه المشهور في جنوب الجزيرة العربية وفي اليمن الرياع. شجرة جميلة لها ثمر مثل الزيتون يوكل، وشجرة الظل وتتحمل أجواء السراء بكفاءة. أنا زارع عندي أمام بيتي، جميلة جدا شكل، لا تسقط أوراقها وخضرتها دائمة وكثيفة التفرع، وإذا أزهرت لها رائحة جميلة وثمرها يوكل، وهي المفصيلة الآسية التي منها الآس أو مسك المدينة. جميل. من أسئلة الحضور أستاذ سلمان الشهري يقول أهلا بك دكتور أحمد، بحكم الغطاء النباتي الجيد في جبال السروات هل مناسب وجود كليات الصيدلة؟ وضرب مثال جامعة الملك خالد وجامعة الباحة. نعم، في الصيدلة مهمة، وأيضا دراسة هذا الغطاء النباتي يعني إلى الآن لم أرى توجه قوي من كليات الصيدلة ومن جماعتنا يعني دراسة الغطاء النباتي بجميع أنواعه والبحث فيه واستخراج واستخلاص المواد الفاعلة في علاج كثير من الأمراض، خاصة بالاعتماد على تجارب السابقين. يعني لا تأتي هناك معلومات سابقة، أدرس هذه المعلومات واختبرها، ربما يعني الاختبار أو المختبر يؤكد صحة هذه المعلومات أو ينفيها، لكن في الغالب جميع الدراسات على التجارب اللي المتوارثة كابر عن كابر من آلاف السنين غالبا تصدق هذه أو تصدق هذه التجارب السابقة عن جميل. الناس. يقول رسالة لفروع البيئة والمياة والزراعة والبلديات وكذلك المواطن المهتم غير المهتم في هذا الشأن، رسالة توجهها. والله الزراعة الآن ما قصرت الآن في ظل التوجه الآن الحقيقة والروية الطموحة الآن زراعة 10 مليار شجرة، هناك توجه الآن لاحظ من وزارة البيئة وخاصة من مركز الغطاء النباتي وهو يتبع في النهاية وزارة البيئة، في توجه في محاولات الآن يعني للاهتمام بالغطاء النباتي وإنشاء المحميات الطبيعية، وأيضا فيه بدأ يتحسن الوعي الجمعي عند الناس الآن، فتراهم بدوا يهتمون بالأشجار ويسألون الأشجار. من سنوات سابقة حينما بدأت ما كان حتى كثير من الناس يظن عملي ضرب من الخيال والهوس وإيش وراء النبات، لكن الآن بدأ الناس خاصة مع رحلات المسيرات الجبلية تسمى الهايكينج بدوا الناس يسألوا عن النبات فوائدها واستعمالاتها، فلاحظ في السنوات الخمس الأخيرة اهتمام يعني جمعي كبير بالبيئة سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الشعبي أو مستوى الأفراد، في اهتمام كبير وفي عودة للنبات، وخاصة عندنا احنا مشاتل اكثار نباتات البرية، في ناس كثير يأتي مخصوص لشراء النباتات البرية واستزراعها. جميل. بقي معنا 7 دقائق، إذا في أسئلة للحضور تفضل أبو سامي. الحسن كثير من المسميات والأشجار موجودة من ألف سنين زي الشتم في حديث الشتم اللي نسميه الآلة الدول أو زي الراء لما تقول اللي كان يعبد المقات وكذا قبل وجود المقدرات والوسائل الحديثة كان يعبدونه وهو الاسم الحقيقي. يعني الآن لما تقولنا تكررت الأسماء إذا كان في اسم عربي وأصيل وحنا لغتنا لغة القرآن يعني حتى لو كانت لهجة محلية يا القرآن يعني مفردات كثير منها من أسماء، لماذا لا تكون فيه زي ما تفضلت الآن دراسة توثق للمسميات القديمة الموجودة اللي من البيئة نفسها من آبائنا وأجدادنا وكذا زي عالم الأشياء العلمية مثلا زي الرابط إيش يستفاد منها مثلا الشذاب كل شجرة لها واضحة الفكرة. أيوة لا في السابق فائدة طبية ناشي
لماذا لا نؤسس لها بحيث تكون اسمها العلمي موجود، اسمها العلمي اللي بالعربي وليس الاجنبي؟ جزاكم الله خير، ما قصرت، دخلت على كتابك وفيه الاسم المحلي والاسم العلمي والاسم الاجنبي، وكاننا الاسم المحلي هذا يعني على الهامش. للاسف من سبق لبق. هؤلاء طبعا كما قلت انا اتوا على حين خبره ووثقوا اسماء وسجلوها باسمائهم، واحيانا تسجل باسمها العربي لكن محرف، مثل الرتم اللي ذكرت عنه ريتما، مثل العدن ادينيوم، مثل الضبر ديبرا على سبيل المثال، مثل العرفط اورفطا. حتى جاني بعض الباحثين وطلعنا انا وياه الحقيقه للاسف ما اذكر اسماء لكن اذكر الحاله، وصلنا مكان قالوا وقف وقف شجرة أدينيوم، أنا أريد أصور أدينيوم مزهرة أدينيوم. قلت يا أخي عدن، هذه عدن، شجرة عدن، ترى أدينيوم ترى محرفة من عدن، لو تلاحظ أدينيوم أعدينيوم هي عدن، عرفت كيف؟ فمرينا على شجرة يسأل عن شجرة الأرفطة، ما قدرنا نحصل شجر أرفطة بهذا الكلام، يسأل عن الأرفطة، قلت العرفط تقصد؟ قال لا العرفطة، هو ما يعرف أن العرفطة، وكما ذكرت أنا في المقدمة للأسف أخذوها بالرطانة الأعجمية، ويقولوا مع أن أبوه وجده يعرف الاسم العرفط ويعرف العدن ويعرف، لكن كما قلنا جاءوا على حين غفلة وخمول من العربية فسجلوها بأسماء، مع أن هذه الأسماء العربية ليست معجمية فقط وليست من الصدر، بل هناك في الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل أسماء نباتاتنا كما هي، كما هي من 3000 سنة و3500 سنة يعني، وربما قبل هذا التاريخ طبعا ما نزلت، لأن هذه الأسماء معروفة والألفاظ معروفة من قبل الكتب السماوية هذه وقبل ما تنزل، فما نزلت على شيء معروف يعني، ذكرت أسماء نبات معروف يعني، يعني وصفتها كما نتكلم عنها بالضبط بالضبط بالضبط، المر والسمر والضر بالضبط بالضبط، وليبحث ثم بالتوراة هذه تلقاها بالإنجليزي التوراة، أبو سامي ترى 7 دقائق راحت 4 عندك. طيب. تفضل تسلم. نقطة جميلة في فيفا اسمها بقرة الملك. نعم. هل توجد في فرنسا؟ نعم موجود، هي بقلة صغيرة جميلة لها زهر وردي الأرجواني، تنبت في لكنها نادرة، لا تظهر إلا في الشتاء وفي نهاية الشتاء مع دخول الربيع. ونادرة يعني ما تظهر كثيرة، لكن رأيتها في الثروات، في معظم الثروات رأيتها هنا ورأيتها عندنا. أي المناطق الرطبة الهشة كذا، الرطبة الهشة اللي تتشبع برطوبة الضباب أو رطوبة الأشجار المجاورة. ويا أحد عنده سؤال؟ تفضل أبو. ذكرت لها يعني فائدة طبية وكذا بدل ما تقول عليها إدارة. الأمر الثاني ذكرت في تنومة نبات ما وجدته إلا في تنومة أظنها من استراء أو وفي سلطبها وكذا بدل ما تذكرنا باسم النبات هذه. الاستفسار الثالث بالجولة الميدانية كانت في برغم ذكرت لنا شجرة تكلمت عنها تقول لها 5 ألوان بالسنة. السؤال الأول عن الظمية، وهي نوع من أنواع العبب لها ثمر أحمر، وهي من أنواع الفصيلة البذنجانية التي تنتمي إليها الطماطم، هذه تستخدم كان يستخدم النساء، والعهد على الأولين، ترى أنا ما لست معالجا ولا، لأن جاءنا انتقاد من وزارة الصحة قبل يومين وكتبنا أنه هذا الكلام في علاج الغرغرينة بالآس، أنه هذا طبعا لا يغني عن مراجعة الطبيب أو المستشفيات، يعني الآس يستعمل على نطاق واسع في جبال شرق جازان لعلاج الغرغرينة واثبت فعاليته يعني. أي نعم نعم كذلك أي نعم، فتعالج الغرغرينة، وهذه استعمالات شعبية طبية في مملكتنا الحبيبة، لابد أن نوثق هذه الاستعمالات الموروثة عن يعني من آلاف، ربما معلومات تراكمية ورثوها الناس من آلاف السنين، فما نهدر أو نضيعه، لكن يبقى يعني المريض لابد أن يستشير الطبيب وأن يراجعه. فهذه تستخدم، الحبوب كانت تستخدم في منع الحمل، تستخدم في منع الحمل، وتستخدم أيضا لمعالجة بعض الأورام السرطانية، وهي مشهورة في ذلك، هي والعبب، هي لا نوع ثاني تسمى الظمية
تنبت في المناطق الخصبة عالية الخصوبة. العبب ثمارها الحمراء تأتي مغلفة، وتسمى طبعاً العبب مشهور جداً، مشهور جداً كنبات يعني طبي مشهور في الهند، يسمونه أشواغندا، أشواغندا والاستعمالات، ويسمى الجنسك الهندي، وله نفس استعمالات يعني نبات مقوي، وخاصة يستعمل الرجال كتقوية، ومستعمل أيضاً محاربة الشيب ومحاربة الشيخوخة، ويستعمل في حالة النقاهة وعلاج بعض الأورام السرطانية. العبب النوع الثاني من أنواع العبب اللي يسمى الضمية، ولها أسماء مختلفة في مناطق أخرى معروفة، يعني لها ورق لامع وشجرة جميلة، ولها زهر مثل زهر الطماطم تماما لا يختلف عن زهر الطماطم، ولها ثمار صغيرة لها مذاق وطعم الطماطم، ومنها أيضا نوع اسمه الثلثان من نفس الفصيلة أو عنب الثعلب. النوع الثاني النادر اللي ما وجدنا هنا يسمى التلهات، والذي أطلعني عليه الحقيقة الشيخ علي، وهي ما وجدتها إلا هنا، ثم وجدت آخر في بعض أودية وادي الهطفة في أصدار بالأسمر، وجدت شجرة واحدة، وجدت هنا شجرة واحدة في المستراح، وحوالي 5 أشجار في الدغنة، وهي نادرة جدا، وحتى لم تصنف الآن في نباتات المملكة، وكاثرتها واستجرعت منها عدد كبير من الأشجار للحفاظ على أصول وراثية، وعندي شتلات منها اللي من أراد. طيب شجرة اللي يقول لها 5 ألوان؟ هي شجرة الظرف من الفصيلة التوتية، تظهر بخمس الظرف تظهر بـ5 ألوان، تظهر بلون أحمر قاني، ثم يبدأ يخف إلى الأرجواني، ثم أحمر مصفر، ثم أخضر مصفر، ثم أخضر، ثم أخضر يعني قاتل، ثم تسقط، ثم يعود من الموسم القادم في الشتاء تسقط أوراقها، ثم إذا بدأ الربيع تبدأ بهذا الألوان. فلو زرعت في الشوارع يعني كانت فاتنة للناس يعني بألوانها الجذابة، أن يعني تعطي 5 ألوان طول السنة، وإذا سقط أوراقها يعني فترة شهر تقريبا تبقى متجرد من الأوراق، ثم تبدأ تعطي أوراق جديدة. جميل. طيب وثمارها توكل، يأكلها الناس وتأكلها الطيور. من باب الأمانة بس العلمية التلهات طلعت عليها، ما هو شطارة مني، اللي طلعني عليها حسين بن عقيل وابن طارق الله يحفظهم، طبعا ما هم موجودين الحين، لكن هم اللي طلعوني عليها طبعا، فجزاهم الله عنا خير يعني. طيب سؤال آخر تفضل أبو محمد. الله يمسك بالخير ورضا وصل. بالنسبة لشجرة القصب الهندي، هل تم استزراعها؟ لا ما سمعت، ما سمعت الآن. سمعت إن شجرة العود والصندل استجرعت في مركز الأبحاث اللي في فيفا، استجرعوها ونجحت زراعتها، والآن قاعد يزرعونها على المواطنين لتكون شجرة إن شاء الله يعني مزروعة في، نجحت هناك ووزعت على بقية مناطق المملكة اللي تصلح لزراعة العود، شجرة العود، العود المعروف والصندل. طيب أما القصة الهندي فما سمعت أحد إنه استزرعها يعني. تفضل أبو عبد الله. تفضل. الله يبقيكم، شرفتمونا بالحضور. استمتعنا حقيقة باللقاء الجميل هذا والمعلومات كم الهائل منها، لفت انتباهي ما شاء الله عصامية حقيقة، يعني ما شاء الله تجاوزت التحديات في يعني مسيرة لإعداد هذا المعجم، يعني وجدت من التحديات الكثير، يعني ودي أننا كمجتمع ننقل لأبنائنا يعني ليس فقط النبات، يعني في عندك الحين فكرة إنه كيف تجاوز التحدي اللي يتعلق بتصميم المعجم وطباعة والأمر هذا، حتى إن الرجل في ما شاء الله تبارك الله يعني في عمره قد يكون الآخرين يقولون يبتعد عن التقنية، يعني التقنية البعض يظن إنها فقط المرحلة، ما نكبر كبير مقام، ليس يعني بحثت ودرست كيف التصاميم لأن إنك ما شاء الله قمت بهذا. اللي جالس أفكر فيه وأعذروني إذا أطلت يعني. لا خذ راحتك. وأهنيك على إدارة الذكاء ما شاء الله. الله يرفع قدرك. وجه. كيف نستثمر البروفيسور الكبير الأستاذ أحمد بن سعيد في نستثمر هذا الذكاء في خدمة محاور التنمية، حيث أننا لماذا لا يكون يعني مثل هذا الطيب، يعني طيب بسيط يكون فيه كل ما يتعلق بنباتات التنمية اللي مثلا زي الحبط هذا. هل ممكن انه مثلا حتى انه لا ينقرض استزرع، هل استزراع الاشجار او النباتات القابله التي يعني يكون فيها الانقراض سهل بسيط في امكانيه، ايش اللي ممكن اننا نقدمه للمحافظه من خلال علمكم؟ جميل. احسنت احسنت الله يعطيك العافيه، سؤال في محله، وهذا السؤال يعني وجه للبلديات لانه مسؤوله عن استزراع الشوارع والحدائق، هذا الدور تقوم به البلديات، لو تتوجه يعني مثلا بدل ما نزرع الأشجار الدخيلة
ونحافظ عليه. لا، الأولى أشجار المحلية نزرعها أولاً عصفوري بحجر واحد، شجرة نحافظ يعني نزين الشوارع والحدائق بها وظلال وما إلى ذلك وخضرة، وفي نفس الوقت نحافظ على أصولها البرية التي قد تنقرض من مواطنها، قد يتسبب مما الآن بسبب التوسع العمراني، بسبب شق الطرق، وبسبب الهمال، الحرائق مثل الحريق اللي حدث في الخشرم قبل العام أو ولت العام، قضى على أنواع نباتية هائلة وخاصة في منطقة كانت يعني مليئة بالغطاء النباتي. فمفروض يستزرعون الشجار المحلية مثل كما قلت الحفظ هذا في جنوب أفريقيا 10 سنوات هي الشجر الأولى متصدرة كشجرة زينة في الشوارع والحدائق، ونحن هنا شجرة مهملة ما حد يعرف اسمها. هذا استثمار وجود. أنا أتكلم معكم صراحة، يعني زملاء في الجهات الحكومية متعاونين ولا شك في أنهم يعني ودهم يخدمون المحافظة بأي يعني فائدة، ولكن القامة الأمنية مثل طالع لو مثلا صار في شراكة يعني وخرجنا باتفاق معين، طبعا الشارع العام والاشجار اللي فيه نخيل ما يعتبر لا من الطبيعه ولا الظاهر انه مكانه، وهذا اللي حتى سمو الامير الله يحفظه يعني له تحفظ كبير على جدا على على الزراعه بالشكل هذا، وحريص على اقامه النباتات من نفس البيئه. في برضو نقطه انه الشجر اللي من طبيعه المنطقه مسألة نمو يأخذ وقت، بطيء نمو. نعم، هل في مثلاً شيء من الطبيعة ولكن سريع النمو ممكن يستعار عنه؟ فإذا رأيت واستحسنت يعني ويمكن اللي يشاركوني الفكرة الرابع الحاضرين معك أن نستثمر يعني قامة علمية في أن يكون في شراكة بين مكتب فرع الزراعة في تنومة والبلدية ومعنا كمحافظة، بحيث أننا نخرج شيء يخدم المحافظة. يعني ما شاء الله الأستاذ الكريم تكلم على زيارتكم منذ 3 سنوات وما هو مدور الشيء ذا، لو فيه شيء خاص بكل أشجار تنومة مصور يعني مصغر من هذا المعجم العظيم لكان يعني بيكون منجز قوي. نعم، أثناء الحديث مكاتل الأشجار البرية وعندي مشتل إكثار نباتات البرية ونشرها، لكن المشكلة أن كثير من الأخوان يأتيني يقول نبغى مثلا 500 شجرة في طول مترين ارتفاع 3 متر. قلت يا اخواني احنا نستطيع، احنا عندنا مشكلة، انا ازرع اكثر من 200 نوع وكل نوع انا ما استطيع ازرع 1000 2000 نوع، هذا يكلفني عمالة ويكلفني مصاريف واسمدة وشغل اللي مع خاصة الاشجار البرية، ما هو من السهل استزراعها ومتابعتها لانك تجمع بذور احيانا نجرب، لدرجة ان احد جربنا بالجذور كيف نزرع الجذور وتنبت من الجذور، يعني عدة محاولات، لانه احنا اعتبر أول من يعني قام بهذا القدر من زراعة الأشجار البرية بهذا التنوع الكبير، وخاصة جبال السروات أنواع تنوع كبير جدا فيها وبعضها صعب ونادر جدا وصعب إكثاره. فياتون يقول نبغى شجرة بطول 3 متر بعرض 3 بوصة، نبغى 1000 شجرة 2000 شجرة. قلنا له قال إذا ما عندك مع السنة نروح نأخذ النباتات هذه الجاهزة في المشاتل عندهم أشجار الخارجية هذه بطول 3 متر 4 متر بعرض بوصة، قلت أعطونا مهلة، أعطونا سوى عقد معنا وأعطونا مهلة وأعطونا مثلا ما يشجعنا على النبدة وابشروا في خلال 6 شهور سنة مثلا نكون أزرع لكم مثلا 1000 شجرة 1000 وننميها ونكبرها ونجهزها لكم. كيف نقلها لكم؟ سهل سهل في مراكين كبيرة وتنقل، سهل الأمر، وتكبير الأشجار معروف، لكن إحنا ما نستطيع نغامر نكبر 1000 شجرة كذا ننتظر من يأتي، يعني لأنها مكلفة جدا وتحتاج إلى مساحات، يعني كل ما عندي حول 200 نوع أكاثر من الأشجار البرية، أكاثر من كل شجرة، تجد عندنا 100 شتلة 200 شتلة 150 شتلة من كل نوع. وإحنا الآن اللي متعامل معنا الحقيقة الجهات الأفراد، الجهات الحكومية فقط وزارة البيئة أخذت منا حول 150 شتلة زرعوها في فناء وزارة البيئة وناجح الحمد لله، مع أن في الرياض توقعنا أن بعضها ما ينجح لكن 90% منها ناجح وفي أحسن صورة الآن وكبر وعطوله يعني وصل 3 متر أو يزيد. وجهك نظر. طيب تفضل أبو محمد بسرعة بالله. سؤالك بسرعة. سؤالي أجاب على سعادة المحافظ الله يسعده بمبادرات الرائعة، أنا كنت أسأل وين عن الدكتور لجمع تنومة بأشجار. جميل، آخر سؤال تفضل. لا اخذ فرصتك انت تفضل. تعقيب على تفضل. بس عن السد والماس، مره جربت ثمر السد في مدينه العقبه كان لها طعم بديل جميل، جربت اكثر من مره هناك سواء في سد الجاز او سد التام مختلف الطعم، هل هو في مشكله في ان
أو سدر أنواع حقي صدقت، في سدر ثماره مززة حامضة غير مقبولة، في سدر عندنا هنا حالي وشديد الحال، ونحن كنا نعرف بعض في بعض الأودية يقولون لك هذه شجرة سدر لا هذه ما بحلو ثمارها، لا روح لهذه شجرة ثمارها حلو وممتاز ومميزة في نفس الوادي، في نفس الوادي وفي نفس المكان، فهذا شيء طبيعي سبحان الله. في السدر تجد بعض ثماره حلوة وبعضها متوسطة الحلاوة وبعضها شديدة الحلاوة، حتى هناك نوع من السدر يسمونه الحلوي، سدر لحلاوته أو نسبة إلى وادي حلي، لكنه نوع مميز. وشاهدت هذا في جبال الحجاز وجبال الصروات، يعني بعضه حلو وبعضه مزز وحتى صعب البلع. وفي نوع اسمه الضال، في نوع من السدر اسمه الضال مر، يعني مر حتى ما تستطيع يعني أكله نهائي. شكرا لكم يا دكتور أحمد. يلا شيء ثاني دكتور أحمد، الله يجزاه خير، تقبل شخصية وزارة خارجية وعبد الله طلب هل بالإمكان مبادرة، فجنح دكتور أحمد لازمنا نؤكد على طرح سعادة المحافظ، نطلع في سعادتك أن يكون منك مبادرة تطلق من هذا المساء، شراكة ما بين البيئة والبلدية، وانا على تم الاستعداد لذلك باذن الله. جزاك الله خير باذن الله. هذا ما ادعو من اجل انا من اجل هذا انشات المشتل وانشات 5 مشاتل للنباتات البريه، نريد مبادرات ونريد تعاون ونريد، لكن الحقيقه الى الان قلت لك وجدت عزوف من الجهات الرسميه في التعاون معي الا المواطنين اللي انا انتج وللمواطنين فقط، اما الجهات الحكوميه كتعامل يريدون يعني فورا تجين يريدون شيء جاهز جاي جاهز بطول 3 متر، صعب عندك 200 نوع. تعاون ما هذا اللي بنفسه، لأن من يقول يا دكتور أحمد أعطنا كذا كذا كذا، نحتاج خبرات معرفي على أتم على أقل شيء. لو طلعنا متين أنه في محافظة تنومة النباتات النادرة فيها كذا وكذا وكذا تتواجد في الأماكن الثانية، حتى الزائر لما يزور المحافظة وطلع الكتيب ذا يقدر يعرف الشجره طيب وحده. عندكم عندكم ذلك انه اذا علمت انه مثلا حتى لو يكون في تدريب معين، تدريب للمختصين الزراعيين اللي يمارسون اعمال الزراعه نفسها، تدريب يعني كيف انه الشجره ذا ينفع هنا ولا ما ينفع هنا. عندكم جميل. بعض الأشجار نادرة مثل رقعة آل سودة، الأنصاب، رقع هنا شفته هنا في في هنا قريب هنا من اكثر مكان، في طريق البرمه كذا في طريق الشفا او الشرف، رقع هذا الرقع اشجار هذه عظيمه هذه، واشجار اخرى مثل الشبارك ومثل الظرف ومثل الاثب، لو يوضع عليها مثلا للسياح يوضع عليها كود مثلا ويوضع مثلا اسمه كذا، بحيث ان الزائر يجي من الشجره هذه يضع على يقرا الجوال يطلع معلومات اسم الشجره وكذا، احيانا يوقف كل شجر ما يعرفها شجر، لكن لو في كود على هذه الاشجار يوزه الجوال عليها وتأتي معلومات كاملة عن الشجرة هذه. السياج برضه اللي على الأسفلت لو فيه على الأسفلت. أي نعم. من عقلها عقل 6 عقل حتى ونجحت ورجعوا عادوها هي نفسها سبحان الله ما هي بنتها لأن عقلة منها. شالوا كذا وضبطوه ورجعوا وأنا أدعي شجرة جميلة كذا ممكن يعمل عليها سياج حديدي مثل أنا رأيت شجرة عاملينها بسياج حديدي في تعز شجرة الكلهمة أو التبلدي. عمر أكثر من 3500 سنة، أتذكر الهمداني في القرن 4 الهجري وذكرها ووصفها بها أنها ضخمة وهي على محجة طريق الحاج من عدن إلى مكة، طريق شجرة ضخمة جدا يعني قطرها 32 متر. هذه الشجرة عندنا فقط في السعودية موجودة شجرة واحدة في جزيرة فرسان، هذه شجرة يعني في جنوب الصحراء الكبرى تحتفر من فوق يحفرون من فوق فيخزنوا فيها مياه ما بين 22 طن إلى 20 طن في مواسم الأمطار ويبقون يسقون منها طول السنة الشجرة هذه، أو يفتحونها من أسفل ويكون فيها حوانيت أو مساجد أو مكاتب بريد أو كتاتيب أو كم شجرة وناجحة عندنا في تامة، وأنا كاثرها يعني جبت بذورها من صلالة وكاثرها يعني عندي منها مئات الشتلات، شجرة ضخمة لكن ما تصلح في المناطق الباردة في المناطق المعتدلة وفي تامة، فعملنا عليها سياج والشجرة في أحسن حلة وفي أحسن صورة سياج حديدي لكن ما رصفوا الأرض اللي أي لا رصفوا ولا سفلتوا المكان. شكرا الله لك دكتور أحمد وجزاك الله عنا كل خير، شرفتنا بهذا الحضور وأكرمتنا بهذا الإثراء المعرفي، شكرا سعادة المحافظ على تشريفك لنا في هذا المنشط، حضورك في الحقيقة يعني دعم ما هو سهل والله لنا.
شكرا لجمعية التنمية الأهلية في محافظة تنومة على هذا المنشط اللي نظمته. شكرا لكم أنتم على حضوركم، ونذكركم باللقاء غدا إن شاء الله من الساعة 7 إلى 9. الساعة 7 بإذن الله عند العضوات، عند الصومل المحروقة هذيك بيكون لك نبدأ اللقاء إن شاء الله للتعريف بعض النباتات في المنطقة. وجزاكم الله عنا كل خير، وأترك المجال لمدير الجمعية عندها فقرة يريد إتمامها. وأنا بدور أشكركم وأسف على الإطالة، ونشكر سعادة المحافظ على طرحي وأسئلتي وجميع الأخوان اللي طرحوا الأسئلة، والمعذرة إن كنت أطلت، وأرجو أن يكون قدمت ما ينفع ويفيد في جزاك الله هذه اللقاء. جزاك الله خير. أتمنى العشر المواقف لا لعل في لقاء ثاني إن شاء الله. هذه تحتاج لقاء مستقل للطرائف ممكن تفضل ان شاء الله. جزاكم الله خير.